واحد من الخصائص ديال السينما هو يحتفظ بالتاريخ، ماشي ولا بد الأحداث المهمة والوقائع الكبرى ولا الشخصيات العظمى. السينما بعض المرات كيخلينا نشوف التاريخ من وجهة النظر ديال الناس اللي تفرض عليهم داك التاريخ، الناس اللي عاشوه ماشي الناس اللي داروه. اليوم غادي نهضروا على فيلم ديال هشام العسري اللي خرج في 2017. اليوم غادي نهضروا على هيد بانك لولا باي ولا ضربة في الرأس. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال سوليما بودكاست. بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوا الفيلم، راه خليت لكم الرابط في الديسكريبشن اللي خلاه لينا المخرج هشام العسري مفتوح لمدة أسبوع. طبيعة الحال راه كاين روابط أخرى ديال الناس اللي حاطين خدمة ماشي ديالهم، إذن خليونا نساندوا الفن ونتفرجوا فيه في القناة ديال المخرج ديالو. قبل ما نبدأ، هشام العسري كنعرفه وطلبت منه يصيفط لي الفيلم، ولكن داكشي ما كيعنيش انني غادي نكون منحاز لجهته. النظره ديالي على الفيلم غادي تكون بلا زواق، وزياده على هذا الناس اللي كيعرفوا سوليما بودكاست راهم عارفين بالله كندوي تقريبا غير على الافلام اللي كيعجبوني. لحقاش تخدم على فيديو ودير البحث وتصور وتمونطي، هي مجهود اللي بالنسبه ليا خاصو يتحط باش ندويو على شي حاجه اللي هي زوينه، ماشي باش نهضر على شي حاجه اللي ما مقتنعش بها. نرجعوا للقصه. ضربة في الرأس، الأحداث ديال الفيلم كتدور في قنطرة ديال لوطوروت. حنا في 1986 في الصيف، الغد ليه ديال الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي على البرتغال في كأس العالم 86. الحدث هو أن الملك يقدر يدوز من تحت ديك القنطرة. فاش كنقول الحدث يعني الفيلم ما دايرش على الباساج ديال الملك، ولكن على كاع داكشي اللي كيطرى قبل ما يدوز من توتر وترقب واشاعات الى اخره. البطل ديال القصه هو بوليسي سميتو داود. من بعد ما خبطاتو قرعه للراس في الاحداث ديال اضراب الكاميرا، ما بقاش هو هذاك، ركبوا ليه شي حديده في راسو اللي كدير ليه الانترفيرونس مع الاجهزه الالكترونيه، وكدير ليه حتى الانترفيرونس في الحياه ديالو. مره اخرى الفيلم ماشي على اضراب الكاميرا، هذا الحدث حتى هو بحال الا قلتي كاين سبيريت ديالو فوق الفيلم، يعني كنشوفوا التاثير ديالو على الناس. الا جينا نشوفوا الامكانيه ديال مرور الملك واضراب الكاميرا ولا كاس العالم 86، هما حوايج اللي كيحطوا لينا غير الكونتكست ديال المغرب اللي كتدور فيه هاد القصه. مغرب اللي اقتصاديا هشيش واللي فيه واحد الجو ديال الخوف من السلطه والممثلين ديالها. داود غادي نعيشوا معاه نهار اللي غادي يصيفطوه للحراسه ديال القنطره ديال لوطوروت. فهاد المهمه ما غاديش يكون بوحده، غادي يكون معاه ممثل ديال القوات المساعده ولا كيف ما كنقولوا لهم مخزني. العربي هو مخزني براغماتي، عارف السلطه اللي عنده وكيفاش يتعامل مع السكان ديال الدوار. اش نقول لك، عرفتي غتمشي تدبر لينا لا شيفطو مزيان، غتجيبوا لينا اللي ترجع نقول لك حنا اش كنديروا هنايا. انت ترى دابا راه بحال مخزن معنا. ها الحق، ها الشيء اللي تعرف كلام الحق. لان هذه القنطره فيها دوار من كل جهه، دوار كوكا ودوار بيبسي. دابا هنا عندهم دوار سميتو كوكا وهذا دوار باينه يكون سميتو بيبسي. لا بيبسي، راه هي بيبسي. لا بيبسي ماشي هذه اللي قلتي. وكيف ما هو الحال بالنسبه لهاد جوج ماركات ديال المناضه، هاد جوج دواور حتى هما ما كيتحاملوش وما كيتفاهموش. البلاصه اللي اختارت المعاوده ديال هاد القصه عندها واحد الرمزيه كبيره. القنطره هي عاده الرمز ديال الامل. الدور ديال القنطره هي تخطى الحواجز وتجمع بين الناس، ولكن في هذا الفيلم كنشوفوا بلا القنطره لعبت دور واحد اخر. دوار بيبسي ودوار كوكا واخدينها كحيط اللي كيفكرهم الفرق بينهم وبين الاخرين. بغيتي كوكا كولا سير من هنا، بغيتي بيبسي كولا سير عند هرقاوه ولاد خبزه وعظم من هذا الشيء. القنطره عندها بحال عندهم بحال الحدود، وهما براسهم راسمين خط في الوسط باش كل دوار يعرف التيريتوري ديالو.
هذيك القنطره بحال هذاك الحدود ما بين كوريا الجنوبيه والشماليه، غير الفرق ما بين دوار بيبسي ودوار كوكا ماشي في الاعتقاد ولا التوجه السياسي ولا الموروث الثقافي. الفرق بيناتهم هو انهم هما ماشي الاخرين والاخرين ماشي هما، وخا مكارهين مع الاخرين راهم عايشين في تناغم كرهي، وكاين واحد الاستقرار، استقرار هشيش ولكن استقرار. فاش كيجي النهار اللي حتى كيصبح بوليسي ومخزني فوق القنطره، هذاك الاستقرار الهشيش كيتخربق. عرفتي شنو هي تكون مقدم وما تكونش عارف اشنو طاري وعلاش هاد الجوج كاينين تما؟ فاش حاجه ما كتخبى في هاد البلاد ويلي تانتا 4 دريال ديال الجاوي كتبخر البلاد كامله. هنا فين كنشوفوا الاهميه ديال المعلومه، لان بالنسبه لهادوك الجوج ديال الضواور راه مساله حياه او موت. الا كان شي مسؤول غادي يدوز راه خاصهم يكونوا موجودين ومزوقين ضواورهم وداعيين باش حتى شي مصيبه ما تطرا في ديك الوقيته. زيد عليها فاش عرفوا بالله راه الملك شخصيا هو اللي غادي يدوز، صافي كملت. المقدم ما كرهش يجلج الدوار ويحط الزرابي في الشانطي. ناجي ياك ما راسك عاش الملك. الله اكبر الجهاد الجهاد. خاصو يبرهن بكل ما اوتي من قوه الحب ديالو للملك، وخاص كل شيء يشوف وهو كيبرهن. هاد الفيلم كيبين واحد العلاقة ديال السلطة اللي صعيب على شي حد اللي ماشي مغربي يفهمها ويستوعبها. يقدروا كاع الناس البرانيين فاش يشوفوا الفيلم يبان لهم داكشي زايدين فيه ولا كاريكاتوري، ولكن اللي مغربي وعاش في هاد البلاد راه دغيا غادي يتعرف على هاد التصرفات. وماشي ولا بد في الدواور، راه حتى اللي عايشين في المدينه نهار كيفيق وكيلقى تروطوار مصبوغ والشجر مغروس كيفهم شنو طاري. كاين واحد الزياده اللي ولات خاصيه ديالنا، لان بالنسبه للمقدم حسن ليه تقول ليه راك زدتي فيه على ما درتي والو. مثلا في الفيلم فاش المقدم كيبغي يعرف شكون اللي غادي يدوز من تحت القنطره والمخزني العربي كيقول ليه يجيب ليهم الفطور بعدا، المقدم ما يمكنش يجيب غير طبسيل ديال الماكله وبراد ديال اتاي. المقدم جاب ديكور كامل ديال الصالون وبارتيه ديال بيت النعاس فوق القنطره، يعني ماشي غير يوكلهم، عيشهم تشو بريكفاست اكسبيرينس. في هذا الفيلم كاين واحد الاوردر، واحد النظام اللي ما كيتقالش بصوت مرتفع، ولكن واخا داكشي وازن على عباد الله. في هذا السيستم كاينين جوج ديال الحوايج، يا اما انت هاجر ولا محقور، على حساب فين كاين نتايا بالضبط في السلم ولا في السلسله. القائد مقارنه مع المخزني ولا البوليسي ما يقدر يكون غير محقور، ولكن مقارنه مع السكان ديال الدوار ديالو راه هو اللي حاقر. داكشي علاش ما يمكنش تكون علاقه ما بين الدوار كوكا وبيبسي، لان القائد ديال داك الدوار بحالو بحال القائد ديال هاد الدوار، ولا كانت عندهم نفس السلطه شي ما يقدر يحقر على شي. اذا العلاقه الوحيده اللي تقدر تكون بيناتهم هي علاقة متوترة مبنية على الكره والعدوانية. وعلاش كتنبح؟ ما نقدرش نفوت هذا الخطر خارج على السلطة ديالي. السلطة كاع؟ كاين واحد اللقطة اللي بالنسبة لي من أحسن اللقطات ديال الفيلم، لأنها كتلخص كل شيء. فاش المخزني العربي كيطيح ويتبليصا كيديو لواحد من الديور ديال السكان فين غادي يتلاقى مع بنت مول الدار واللي غادي تحاول تداويه ولا على الاقل تخفف من المعاناه ديالو على ما تجي لومبولونس. في ذاك القدر ديال الوقت العربي غادي يتزعط في هذيك البنت اللي سميتها ليلى. فاش غادي توصل لومبولونس والناس ديال الدوار مجموعه باش يتهناو من العربي، يتهناو منه لحقاش الدوار اللي فيه مخزني بليسي يقدر يولي مشكوك فيه وما غادي يجيب غير المشاكل. ومنين هاد المونتيف غادي يمشي راه بحال شي حجره اللي تهزات من فوق الصدر ديال الدوار كامل. ما عليناش، فاش غادي يكون غادي يمشي وقبل ما ديماري لومبولونس كيعترف بالحب ديالو لليلى، وديك الساعه وما حد الجوقه واقفه كيطلب يدها من بواها. فاش كيتفقوا
هنا فين كيطرى اهم حدث بالنسبه ليا. بات ليلى حياته كتبدل، دابا ملي نتناسب مع المخزن راه داز من ستيتوس ديال محقور لحاقر، مع كيساليو القرايه ديال الفاتحه مع الوقفه ديال السيد كتبدل، وخصوصا الشوفه ديال الناس ليه حتى هي كتبدل. علي ما بقاش غي بات ليلى، علي ولا نسيب المخزني، يعني نقدروا نتخيلوا ان في المستقبل غادي يبداو يعيطوا ليه بداك اللقب، والناس اللي عندهم مشاكل غادي يطلبوا منه يتوسط ليهم باش يقضيوا اغراضهم، وجيرانه غادي يوليو يخافوا يجبدوا معاه الصداع لان يدو ولات طويله. فهاد اللقطه في عالم اللي كل واحد عارف بلاصته كنشوفوا واحد الظاهره اللي نادره بحال دوده القز فاش كتولي فراشه. علي بات ليلى كيولي انسان مهم. في الفيلم كنسمعوا ونشوفوا بزاف ديال المرات المباراه والفوز ديال المنتخب المغربي في كاس العالم، الحاجه اللي لحد الان باقا كترجع في الهضره ديالنا وهي رمز ديال المفخره لكل المغاربه. ولكن في هذا الفيلم هشام العسري كيستعمل حدث محفز وشبعان مفخره باش يحطوا ان كونتراست لواحد الواقع ديال ديك الوقت. الحاجه اللي في الكوليكتيف ميموري الذاكره المشتركه ديالنا كتبان لينا بحال الحدث ديال الفرحه، كنشوفوا ان في الواقع ما بدل والو في الحياه ديال الناس البساط، الناس باقا عندها نفس المشاكل، باقا خايفه من السلطه، وعائلات باقا كتقلب على ولادها. الوقت ما كيدوش بنفس الطريقه عند كل شيء، بحال الشخصيه ديال غيتا اللي دارها عامره بالمكانات، ولكن من غبر رجلها الوقت ولا مشكل ولا كيشكل عندها عقده، خاصها تحسبو باش تعرف من فوقاش رجلها مشى، وخاصها تنساه باش تعيش حياتها وتقابل ولدها. فهاد بان نقولوا لاباي ما كاينش غير النظره ديال الناس الكبار، ولكن حتى النظره ديال الدراري الصغار. إلا كانوا الكبار بالخوف كل واحد شد بلاصته، فالأطفال مازال ماشي فورماطي على داك السيستيم. كنشوفوا دري صغير ولد غيتا لطفي اللي غادي يبرزت البوليسي داود في الفيلم كامل. من مريس بودربالة خليفة بوحلاوي كريمو زاكي خيري جوزيفايا. العلاقة ديالو معاه وكيفاش كيهضر ويتصرف ما فيهاش جرام ديال الخوف، بحال الا قلتي الدري ما عارفش شنو هي السلطه. في الفيلم كنشوفوا شي دراري اخرين في الدوار اللي تاهما نفس الشيء، شيروا على البوليسي بالبيكي ديال الخيمه جابوها ليه في القمقوم ديال صباطو، مشغولين باللعب وما مسوقينش لشكون هو. بحال الرباح ديال المغرب ضد البرتغال في كاس العالم، هاد الدراري الصغار ولا هاد الجيل الجديد هو الباسيس ديال الامل المستقبل المختلف. الا هاد الدراري ما طاحوش في الخوف وعرفوا شنو ليهم وشنو عليهم، يقدروا يهرسوا هذيك السلسله ديال يا حاقر يا محقور، ويبنيوا جيل جديد ديال المواطنين بكل بساطه. الفيلم كيف ما صوره هشام العسري كيخلينا ندوزو من لحظات ديال الضحك للحظات ديال التساؤل. الحاجه اللي جاتني كانت قويه في ليماج هي كيفاش كنشوفوا العالم من وجهه النظر واحد مفلق بقرعه، كيفاش العالم كيدور حتى كيجيب لنا الدوخه، الشيء اللي كيقربنا من وجهه النظر ديال داود، لان القصه كيف ما قلت في الحدود ما بين الواقع والخيال. كنشوفوا شي حوايج اللي ما كنعرفوش واش داود شافهم ولا غير تخيلهم، واش قتل مراته قبل ما يخرج ولا غير تخايل ليه. هذاك الخط الافق الهورايزن اللي نورمالمون كيكون خط مستقيم في شحال من لقطه كيبان لينا عوج ومايل، بحال الا دورنا راسنا باش نشوفوا اللقطه. هذا الاستعمال ديال الصوره باش نعيشوا واحد وجهه النظر جاتني زاد القصه واحد طابع ثلاثي الابعاد. كاين الناس اللي فاش غادي يشوفوا الفيلم وهذاك التدوار ديال الكاميرا تقدر تشدهم الطياره ولا الدوخه، ولكن بالنسبه ليا هذيك الدوخه مهمه باش تفهم اكثر المغرب ديال ديك الوقت، لان الضربه في الراس راها غير وسيله باش نشوفوا المغرب ديستورتد. داود اكثر من ممثل ديال السلطه راه كيحمل واحد النظره اللي بلا ما تكون مفلق حتى انت فاش كتشوف شي حوايج كيضرك راسك. حاجه اخرى، واحد من احسن الاليمنتس ديال الديكور في هذا الفيلم بالنسبه ليا
هو السماء. السماء اللي هي المتنفس، السماء اللي كتخلينا نهربوا من الخناق ديال هاد الفيزافي مع واقع كيديرونجي ولا مقتبس من تاريخ اللي كيدوخ. السماء كتخلينا كمتفرجين تنفسوا شويه ونخرجوا من الثقل ديال الخوف والستريس اللي عايشينه الشخصيات. ومن جهه اخرى السماء كترمز للامل، لان الى هاد الفيلم كيتعامل بسخريه على واحد الواقع عاشو المغرب، راه من خلال الشخصيات ديال الدراري الصغار وحتى اللقطه ديال الرجوع لابن المعتقل اللي عند امه كيخلي لنا واحد السبيس ديال الامل. قبل ما نتفارقوا، ولحقاش كنعرف بالله ترو كوميونيتي هي اللي كتسالي الفيديو حتى الاخر، بغيت غير نشكر المساندين ديال القناه في باتريون، ونقول لكم بالله غادي نخلي لكم الرابط ديال باتريون ديال سليمة في الديسكريبشن بالنسبه للناس اللي بغيو يساندوا هذا المحتوى. شكرا لكم مره اخرى، نتلاقاو السيمانه الجايه في حلقه جديده. تهلاو ليا فريوسكم.